مرحبا بالناس كاع اللي دخلوا معانا، عفاكم اللي دخل يبارطاجي، اللي دخل يبارطاجي. عفاك اللي دخل يبارطاجي. شوريا، السلام عليكم اختي خديجة. السلام اختي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع شي برد؟ كل شي مزيان؟ جيبه لكم البنات، لايف خفيف ظريف تبارك الله. السلعه مشات، بقات عندي غير شي حاجه يعني، باقا ما وجداتش ليا. المهم جيت نطلع عليكم وصافي. صافي البنات، يلا عافاكم اللي دخل يبارطاجي باش نبداو ان شاء الله. اللي دخل يبارطاجي، اللي دخل الحمد لله، هذاك الشيء اللي كاين الحمد لله. اللي دخل يبارطاجي البنات، عافاكم البنات، الاولاد، خوتي خواتاتي، اللي دخل يبارطاجي. بارك الله فيكم، شكرا لكم على لي كور ولي جيم، شكرا لكم بزاف. اللي دخلي بارطاجي، طلع لي شويه اللايف ونبدا ان شاء الله. البنات اللي دخلي بارطاجي، اللي دخل يبارطاجي قبل ما وجدت التسليه اللي حدايا. ما بقاش لينا البنات الوقت، كانت عندنا الخدمه اليوم كثيره، ما غاديش تكوني في المعرض مراكش. لا اختي، ما غاديش نكونه، ما غاديش نكونه ان شاء الله من بعد ان شاء الله. السلام عليكم اختي خديجه، وصلت الامانه غزاله. اسماء اختي بارك الله فيك، والله الا بقيت مخلوعه على اختك. قلت لها غير دخلي المحل عيطي ليا، حيت كنت باقا ما جيتش. قلت لها غير دخلي وعيطي ليا، ونعدت لها المحل الحمد لله، جات مزيان والحمد لله. تلبسها ان شاء الله بالصحه والسلامه اختي. سبحان الله مقبوله اختي، الله بارك الله فيك اختي، الله يحفظك اختي، بارك الله فيك. الحمد لله الحمد لله. اسماء قلت لها لبسيهم، قلت لها لبسيهم ما ديريوش البواطه، لبسيهم قلت لها باش ان شاء الله. قلت لها سيري نورمال، ما كاينش قلت لها اللي غيدوي معاك. الله يصاوب وصافي، ايوا الحمد لله. بعدا فاش وصلت على خير الحمد لله. البنات عافاكم اللي دخل يبارطاجي، جيب لكم غسليعه يعني خفيفه، يعني اللايف غيكون خفيف. اسماء اختي بارك الله فيك، هذا واجب اختي، هذا واجب. ان شاء الله غادي ندير لكم غير لايف خفيف، هذا الشيء علاش ما بغيتش نغيب عليكم. يلا البنات اللي دخل يبارطاجي، وباش نبدا معاكم، نبدا معاكم البنات بهاد مولاتي الكورميت زوينه، ما عرفتش شكون اللي غتكون من النصيب ديالها. البنات سي امزيل دارها 600 درهم للغرام، ماشي الموديل، شي حاجه ثقيله، شي حاجه ثقيله، فيها 41 غرام فاصله 6، فيها لي موتيف غزالين غزالين غزالين. واحد السلام عليكم احلى خديجه، الله يكبر بك اختي بوشرى. يلا بدينا، اللي دخل البنات يبارطاجي، اللي دخل يبارطاجي. البنات هاد مولاتي الكورميت واعره تبارك الله، فيها 41 غرام فاصله 6. هانتوما البنات، فيها لي موتيف كثارين، صوم 600 درهم للغرام، جات ب 25000 درهم، جوج المليون ونص، جوج المليون ونص، ثقيله تبارك الله، فيها 41 غرام فاصله 6، صوم 600 درهم للغرام. راه فيها تبارك الله لي موتيف كثارين وزوينين، فيها سويريت، فيها بزاف بزاف بزاف، فيها هاد الشميشه، فيها بزاف غزاله. هذه البنات راه ما بعناهاش الخساره، ما غيكون لايف خفيف، واش ما كاينش سلعه تبارك الله. بشرى السلعه كلها مشات ما شاء الله. سلام اختي، بالتوفيق ان شاء الله. ريان بارك الله فيك اختي، راضيه بشرى اختي تبارك الله، مشات السلعه كامله. علاش انا تعطلت معايا؟ الله كملناها الناس، وتبارك الله الناس كيجوا للمحل، هذا الشيء علاش. ان شاء الله راه غادي توجد لينا ان شاء الله.
بالنسبه راه عندي، راه عندي سلية، عندي براسليات، عندي غورميطات، عندي خويتمات، يعني انا كنبغي اللايف يكون منوع وكثير. نتوما عارفين الا كانت السلعه كثيره تنكون انا متحمسه، واني الحمد لله. المهم هادشي اللي كاين، اللي بغات فيه شي حاجه سير كوموند، مرحبا مرحبا بكم البنات. بالنسبه لهادي صوم 600 درهم للغرام، ماشي الموديل، صوم 600 درهم للغرام، غزاله غزاله غزاله، فيها 41 غرام فاصله 6، صوم 600 درهم للغرام، 25000 درهم، جوج المليون اونص، جوج المليون اونص، شي حاجه زوينه، جوج المليون اونص. بالنسبه للبنات لهاد لي بوكل فنين، كيحمقوا فيهم 6 غرام فاصله 4، 6 غرام فاصله 4 كيديروا 3850، 3850، 77000 ريال، 77000 ريال، 3850. الله يسخر لكم ويجد مقبول زوين فين ما تتحطي يديك تتيسر لك الامور. بارك الله فيك اختي بشرى، والله العظيم الا قالت لي واحد الاخت اللي طالعه معنا دابا، قالت لي خديجه من نهار مشيتي من اللايف ما بقيتش شريت حتى حاجه، قالت لي الحمد لله والله حتى مرزقه، قالت لي غير فاش جيتي للمحل قالت لي عاوتاني بديت كناخذ دم، قالت لي ما بقيت كناخذ من حتى شي بلاصه. هو الحمد لله الحمد لله، الله يصاوب وصافي، الله يصاوب. شكرا لك بشرى. بالنسبه للبنات هاد الخاتم ديال الاناناسا كيدير 2100 درهم، 2100 درهم، فيه 3 الغرام ونص، صوم 600 درهم للغرام، صوم 600 درهم للغرام، فيه 3 الغرام ونص، هذا ديال الاناناسا فيه 3 الغرام ونص، 2100 درهم، 42000 ريال، 42000 ريال، هاد الاناناسه 42000 ريال. بالنسبه لهاد الخاتمه البنات اللي الوسط كيدير 5000 درهم، 100000 ريال، 5000 درهم، 100000 ريال. بالنسبه هذا ديال الكينزو كيدير 3000 درهم، ديال الغورميت انا غنوريه لكم، ديال الغورميت شي حاجه زوينه، ديال الغورميت البنات كيدير 3000 درهم، كيدير 3000 درهم. البنات اليوم اللايف ناعس ميت البنات، بارطاجيو لي الله يعطيكم السر، بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو. كيدير 3000 درهم، 60000 ريال. سلام ختي، ختي سناسل ودبالج، كاينين حدايا شي سنيسلات ودبيلجات، غير بقاي معايا اختي. سلام ختي راك ديما منوره، سلمي على السي الحسين، بارك الله فيك. السي الحسين عيان مسكين ضربو البرد. البنات غا جيت ودخلت ماما فهمت والو، ما قلت لكم شكون انا، بحال هكا داخله لدارنا، الناس اللي طالعين معايا جداد ما عرفتهمش براسنا، والله العظيم الا شنقول لكم، هذا شنقول لك البنات سمحوا لي غادي نقدم لكم راسي، الناس اللي اول مره غيدخلوا معانا راه غادي يعرف نعرفهم شكون حنايا، والناس اللي ديجا كيدخلوا معانا راه حنا عارفيننا والدار دارهم. البنات معكم خديجه من بيجو تخي امزيل، كنبيعوا الذهب 18 الكارا اللي عند الذهبيه كاملين، كنديروا لا ليفغيزون لجميع المدن المغربيه غراتويتمون، يعني فابور كتوصلك الامانه حتى للدار. اللي بغات شي حاجه كدوز عندي الواتساب، كتخلي لي غير السميه الكنيه لادريس نيميرو تليفون ولا اختك اللي بغات وكنتواصل معاها. مرحبا بالناس، واللي بغات تجي عندنا المحل، حنا كاينين في كازا سباتة جميلة 3 الزنقة 6 رقم المحل 76، ونبدا معاكم والله العظيم الا غا جيت ودخلت. وشوفوا هاد خديجة هادي، نكمل معاكم. بالنسبة لهاد الكولي هذا وليتي غنية عن التعريف، وياك اختي بوشرى الله يكبر بيك. دابا الناس اللي ديما ديجا كيدخلوا معايا راه حنا عارفين شكون، يعني صافي. وبالنسبه للناس اللي اول مره ما كيعرفوناش، يعني ما كيعرفوناش واش كنبيعوا الذهب 18 الكاره ولا هذا بلاكيور ولا اشنو، يعني البنات حنا كنبيعوا الذهب 18 الكاره اللي عند الذهبيه كاملين. اللي بغى يجي عندنا المحل مرحبا بي، حنا كاينين في كازا سباتة جميله 3 الزنقه 6 رقم المحل 76، واللي كان بعيد كنصيفطوا ليه باغ امانه، حتى كتوصلوا الامانه عاد كيخلصها، وفابور يعني التوصيل على حسابنا البنات. كاين شي ميزات اليوم؟ لا ما كاينينش لا ميزات، لا بالنسبه للميزات قال لي السي الحسين يعني تنجمعوا واحد القدر ديال الميزات وندير اليوم لايف خاص بالميزات. دابا البنات كلشي جديد، نكمل معاكم. بالنسبه لهاد الخاتمه البنات كيدير 5000 درهم، 100000 ريال،
هذا البنات كيدير 2100 درهم ديال الاناناس، راهم 600 درهم للغرام، فيه 3 الغرام فاصله 5، 2100 درهم 42000 ريال. بالنسبه لهذا البنات ديال الجاكوار ديال الغورميت، كل غورميت كيدير 3000 درهم، كيدير 3000 درهم. بالنسبه لهاد مولاتي لا غورميت، بالنسبه لهاد مولاتي اللي بغيت لي سنسلام تصور شنو هي، بعتي لي سلسله مقطعه كتنصبو على الناس، ماشي مشكل. دابا هادي شي وحده بغات تنيرفيني، ماشي مشكل، الحمد لله حنا غنيين عن التعريف البنات، الحمد لله. هذاك الشيء اللي كاين دابا، هذا غير شي واحد مسكين ضرينا في قلبه، تبارك الله كنبيعو ما شاء الله، والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. يعني الناس كيتعاملوا معنا من برا، من داخل المغرب وخارج المغرب، وكلي تبارك الله كتخلص لنا الامانه ديالها، وباقا ما دخلش للمغرب وكتبقى عندنا الحمد لله. كما كنقول لكم الفلوس راه دايزه، الدنيا فايته، راه شوفوا الا كان شي حاجه، فهمتيني، الا كان شي حاجه ديال الصح يعني اللي لهيه، ما غتنفعك حتى حاجه، فهمتوني، ما غتنفعكم لا فلوس لا ذهب لا والو، الحمد لله. هذا الشيء حنا باش خدامين، وراه تبعتي لي سلسله مقطعه. سعاد اختي دوزي عندي الواتساب وصيفطي لي السلعه اللي بعت لك، وديك الساعه غنعرف انا شنو كنبيع. المهم الناس كاع اللي داخلين معانا، راني ما كنصيفط الامانه حتى كندير عليها فيديو وكتوصلك، والحمد لله. كم سلام، والحمد لله كاع الناس اللي كتوصلهم السلعه كيشكروني عليها، وتيقولوا لي السلعه اللي كتورينا في اللايف يعني كتوصلنا شي حاجه روعه. انا كما كنقول لكم ما كنصورش بالايفون، كنصور بتليفون هواوي ايغريك ناف عادي، فهمتوني، شي حاجه عاديه. اما الايفون حنا ما غلاش علينا تبارك الله، السي ام زيل راه ما شاء الله ما شاء الله، راه غني عن التعريف يعني، راه اي بلاصه اي بلاصه الحمد لله كنصيفطوا ليها السلعه، ويعني وتبارك الله غني على التعريف. ويعني ما غاديش حنايا ما غاديش يدير علينا الايفون ولا، حيت الايفون كيبين يعني السلعه اكثر من الطوب. واني انا كما قلت لكم فاش كتوصلكم السلعه تتقولوا لي وصلتنا السلعه احسن من داك الشيء اللي شفنا، وهذاك الشيء الحمد لله اللي انا بغيت. حتى الا كانت بالله، حتى الا كانت فعلا ندوي معاها في الخاص، ماشي لا 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 ماشي مشكل بشرى، ماشي مشكل، انا ما عنديش المشكل، دوي معايا على المباشر ما عنديش المشكل. اي ويلي امتى خديتها، ماشي مشكل، دوزي عندي غير الواتساب وانا معاك. دابا غتقدر هادي شي وحده مصيفطينها، ما عنديش المشكل الحمد لله، سمعتنا الحمد لله. وماشي كان حنا راه كنبيعوا المحل، المحل تبارك الله قديم، في السلسله دي سنين وباقا كيما خديتها، والله العظيم. اسماء اختي الحمد لله عندنا ناس ديالنا اللي فدال وقدامين، انا والله العظيم ما تنرفزني، ما يمكنش اختي سعاد. دابا انا غندير عليك انت لايف بوحدك، ما يمكنش تعيطي لي وما نجاوبكش. البنات اللي معايا هنا يجاوبها نهار الحد، دروبو ديال داري وديال وليداتي، وكنكون خارجه وكنجاوب. مرحبا بالناس وجده، هادي باغا تخلق لينا البلباله، سيري في حالك بعدي منا، ماشي مشكل. والله ما صيفت شنيا، والله ما شنيا، والله ما صيفت كنهضر. الله سلام خديجة كتجاوبي، اسماء اختي راه نتوما عارفين كنجاوب السبت الحد، كنهضر في 12 الليل، وانا قبل عاوتاني ما نرجع لي لايف قلتها مع راسي، قلت خديجة انا غندير كيما كيديروا الناس، انا كنتواصل مع خديجة ديما وتتجاوبني. شوفوا البنات كيما قلت لكم انا كنت كناخذ، خديت قرار قلت شوفوا قبل ما ندخل، قبل ما نرجع اللايف اشنو قلت، قلت خديجه غادي ندير حتى انايا كما كنقولوا الناس المغاربه نديروا العز لراسنا، راه هانتوما شوفوا راه بنادم كدوي معاه عشوائي، كدوي معاه بالسبت وبالحد وقت ما عيطتي كتجاوبيه، كاينين الناس اللي كيحطوك على الراس كما انت حاطاهم على راسك، وكاينين شي ناس فاش كتجاوبيهم وكتعطيهم اكثر من اللازم
كيبغوا يعفطوا عليك، واش فهمتوني البنات؟ هذا الشيء يعني بين قوسين، انا ما كنهضرش على احبابي والناس ديالي والناس تبارك الله تيكونوا مع كي دايرين التواضع والتعامل، وكاينين الناس الله يهديهم. انا كما قلت لك اختي سعاد، انا ما عمرني ما نقدر ما نجاوبكش شي كاع ما تعجبكش ونردوا لك فلوسك في اخبارك، اي بلاصه شريتي منها ما تيبغوش يردوا الفلوس. وسي امزيل دير هذه القضيه كملي وما تسوقيش عندي الروسي تجي لعندكم نيشان، هذاك الشيء اللي كاين. لا باغي غير كنفسر ليه، انا ما عنديش المشكل. خديجه بديتي تنتعصب كملي، لا 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 والله العظيم البنات، والله ما كنتعصب شي بحال هادي، والله العظيم ما تحرك مني شعره. انا غير كنقول لكم يعني شنقول لك يعني خاصني نوضح ليها ونوضح الناس اللي اول مره غيطلعوا معانا. كما قلت لكم انا ديما كنجاوب، انا ديما كنجاوب الناس سواء وصلاتهم السلعه ولا ما وصلاتهمش ولا كيفاش. الحمد لله سلعتنا، يعني انا اللي تنتعصب والله. لا لا بوشرة ما تعصبيش، ما بقيتش كنتعصب بحال هادو والله ما نتعصب عليهم. انا كما قلت لكم يعني هاد الهضره بين قوسين، واخا غنطول الهضره. خديتي السلسله قولي ما عجباتكش، قولي ما اش نقول لك باش نصيفطوها لك مقطعه. انا ما كنصيفط الحاجه حتى القفل، القفل هذا لي ديتاي كنقول لهم ما تحشمونيش مع الناس، ما تحشمونيش حيت انا اللي حاطه وجهي في اللايف. نتوما يعني راه مضرقين، انا اللي ما كنبغيش بنادم بحال هكا يطلع ويبدا يهضر، فهمتوني؟ تصوروا لي ديتاي، رغم اكيد الحاقدين حنا معاك ما شاء الله. هذاك الشيء اللي كاين دابا البنات بالنسبه لهاد القفوله هادو ديال البراسليات، ما كنصيفطهم حتى كندخلهم لاطولي وكنقول لهم عافاكم الا ما تاكدوا ليا من هذا مزيان. ما نقدرش انا، راه ما عنديش الرباح نبيع ليك وتبقاي تطلعي بحال هكا تقولي تغلطتي ليها ما عرفتش. المهم دوزي عندي الواتساب، انا غنصيفط لك النمره، صيفطي ليا الروسي باش نعرف واش السلعه ديالنا ولا ماشي السلعه ديالنا، باش انا نعرف على شنو كندوي. صيفطي ليا الروسي في الواتساب وانا معاه والله حتى مقطعه بالله. سعاد اختي دوزي عندي الواتساب، انا كنهضر معاك، دوزي عندي الواتساب صوري ليا الروسي هو الاول باش نعرفوه ديالنا، وصوري ليا لاختيكل. انا لاختيكل تصورها غنعرفها واش ديالنا ولا لا، واني ضروري الروسي وانا معاك. ودخلي معايا في اللايف نهار السبت وقولي لي اشنو كاين، دخلي باش عاوتاني تكومونتي وتقولي نفس الكومونتير واش كنجاوب ولا ما كنجاوبش. مكمله، المهم دخلي عندي الواتساب. صافي يا سعاد، وهذا الشيء اللي درتي راه حشومه. امتى خديتيها؟ كتبي لي دابا هنا امتى خديتيها، كتبي لي امتى خديتيها. صافي يلا كتبي لي امتى خديتيها وانا معاك، واني عرفت وعرفتي لما لقيتهاش ديالنا وتقطيعه ما عرفناش انت خديتيها. لا تكوني انت قطعتيها وقلتي راه تقطعات ليا، صيفطوها ليا مقطعه. منين احسن هذا غير معاها واتساب؟ لا ورده اختي ماشي مشكل، واخا تهضر معايا هكا في اللايف انا ما عنديش المشكل. خديجه غورميت شحال الثمن؟ الغورميت هذه اختي كدير 2.5 مليون، كدير 2.5 مليون 600 درهم للغرام، 600 درهم للغرام. لولو اختي كي دايره لاباس عليك بخير؟ هادي شهر ونص، هادي شهر ونص يلاه طلعتي اليوم عندي في اللايف وقلتي خديتيها مقطعه، ولا كانت اختي وصلاتك مقطعه كان عليك، كان عليك تطلعي في اللايف مباشره. يعني صيفطتها لك انايا الاثنين طلعي معايا الاربع، صيفطتها لك الاربع طلعي معايا السبت طلعي معايا. وانا باش عرفني بما انت اللي قطعتيها قلتي دابا هادي شهر ونص، فهمتيني البنات؟ بالنسبه كريمه اختي بالنسبه لهذه كدير 2.5 مليون 600 درهم للغرام، مزيان تعاملي مع الكليان داك مزيان باش تكون المصداقيه. لا سلمى اختي حنا الحمد لله شي انا نبيع اختي 1000 درهم في السيمانه وتكون عندي المصداقيه، هذاك هو الربح عندي. اين المصداقيه لاله خديجه؟ بارك الله فيك لاله، بارك الله فيك، الله يكبر بك. كما قلت لكم البنات هذه كدير 2.5 مليون، 2.5 مليون فيها 41.6 غرام 600 درهم للغرام. هانتوما البنات شوفوا البنات كاع اللي كيتعامل معاكم بمصداقيه والله العظيم ما كتمشوش معاه نيشان.
شو ما كتبغيو بنادم اللي كيبيع لكم الله يحفظك بارك الله فيك اختي سلمى، كتبغوا بنادم اللي يبيع لكم السلعه بالموديل وكتمشي فرحانه بها، وبنادم اللي تيدير معاكم زوين. واني ماشي كلشي الحمد لله، عندنا الناس ديالنا اللي شنقول لكم وحق الله زعما واحد الناس ما شنقول لكم ماشي الناس فحال فحال، راه الناس حجر وطوب، الناس حجر وطوب. بالنسبه لاختي سعاد راه ما تسرطاتش ليا، ماشي حيت كسبتي ليا انا في اللايف راه مقطعه وبغيتي تدخلي ليا اللوجيج مع الناس، لا ما عنديش المشكل، دخلي عندي الواتساب صوري ليا الريسي وصوري ليا السلسله وانا معاك. وبالنسبه باش تقولي خديتي السلعه شهر ونص هادي ويلا طلعتي ليا في اللايف كتبتي ليا بعتي ليا مقطعه حشومه، خديجه هذا هو موديل اللي قلت لك. اش من موديل؟ واش كتهضري ليا على هادو؟ كتهضري ليا علاش كتهضري؟ هذا هو الموديل اللي قلت لك، ما عرفتش علاش كتهضري. اسمع اختي دخلي عندي غير الواتساب بان لك شي موديل سكرينيه وانا معاك. بالنسبه لهذه اختي كريمه كدير 2.5 مليون، كدير 2.5 مليون صوم 600 درهم للغرام، شي حاجه طوب شي حاجه زوينه. ها انتما كلها عامره شحال فيها من غرام؟ اختي عايشه فيها 41.6 غرام، ما كاينش شي ذهبي اللي تيقول لكم يعطيكم الغرامات وكيقول لكم خذوا الكالكيل وحسبوا نتوما، ما كاينش شي واحد اللي كيقول لكم كيتهز الحاجه كيقول لكم الثمن وصافي. انا البنات كنقول لكم فيها 41 غرام، كندير لكم داكشي 41.6 غرام كتضربيها في 600 درهم كتعطيك 25 ألف درهم، يعني كتعطيك اكزاكت ما كاينش. فهمتوني البنات؟ نكمل معاكم هاد لي بوكل البنات كيديروا 3850 فيهم 6.4 غرام، صوم 600 درهم للغرام 6.4، 6.4 غرام، 6.4 غرام، 3850، 3850. بالنسبه لبنات لهاد الكولي هذا راه فيه لا غورميت، تبدلي هاد المعامله الطيبه اختي خديجه والله والله اختي. ما شوفي بشره اختي، راه انا البشره تربيت على بحال هكا والله، ربونا الوالدين التربيه الاولى والله العظيم. انا راه ما نتبدل واخا يكون عندي المرقارون، راه ما نتبدلش غنبقى عاديه. وفي انا راه كما كنقول لكم راه ما كنكذبش عليكم، راه يقدروا الناس كيعرفوني قرابي اللي يعني يقدروا يكونوا جيراني صحاباتي، انا انفعاليه واني الداخل ديالي طيب وما كنحملش الحقره. فهمتوني البنات؟ ما كنحملش الحقره كما كنقول لك اختي بشرى، انا ما عمرني ما نتبدل وما نقدرش. فهمتي؟ نقدر نفاعل على الانسان ونرجع عاوتاني، نقدر نفاعل ونرجع العاده ديالي، ما عندي ما ندير بشرى، هذه هي المعامله ديالي ما نقدرش. نكمل معاكم واني انا ما تنحملش اللي يحقر، راه اللي عفط عليا راه ما كاينش، وراه اللي يدير ليا زعما فهمتي راه ما كاينش. فهمتوني؟ واني انايا راه الطراب ديال الناس اللي كيتعاملوا معايا مزيان واللي كي ما عرفتش ديري لي انا الطراب ديال رجليهم، واني باش بنادم يعفط عليا راه ما كاينش. نكمل معاكم ناري اليوم اللايف سخون، اليوم اللايف سخون سخون بشار، بس البشر ما يستاهلش معاملتك. ماشي مشكله بشره، بنادم حجر وطوب، انا على وجه الناس المزيانين انا بحال هكا، كاينين الناس قلال ماشي مشكل. بالنسبه للبنات لهاد كولي كيدير 17800 درهم، البنات صوم 600 درهم للغرام. مرحبا اختي مرحبا، لا لا والله العظيم ما تعصبت والله حبيبتي خديجه، لا ما تبقيش شحال في البشر راه ما هم على وجوههم وانت باينه الله يعمرها دار، بارك الله فيك فوفه اختي لالي خطيت. البنات بالنسبه لهاد الكولي صوم 600 درهم للغرام كيدير 17800 درهم. بالنسبه لهاد الكولي نتوما اللي كتحكموا في الغرامات، بغيتيه غليظ بغيتيه رقيق، يعني نتوما اللي كتحكموا في الغرامات. عندي لا غورميت ديالو، اللي بغات تاخذها بلا غورميت تاخذها، اللي بغات تاخذها بوحدها مرحبا. لا غورميت كدير 7100 درهم، 7100 درهم، 7100 درهم، 142 ألف ريال، 142 ألف ريال، 142 ألف ريال. نكمل معاكم بالنسبه لهاد لا غورميت كدير 8800 درهم، كتجي زوينه 8800 درهم، 8800 درهم، 8800 درهم.
البنات اللي عجبتها شي حاجه دير ليها سكرين، دخل عندي الواتساب سميه الكنيه نيميرو التليفون ولادغيس ونصيفطها ليها. كانت هنايا بغات تجي عندنا المحل مرحبا بيها، بغات تجي عندنا المحل مرحبا. بالنسبه لهذه البنات كدير 7450، 7450، 7450 هاد لا غورميت، 7450، 7450. شوفوا البنات كي كتجي 7450. البنات عافاكم بارطاجيو ليا اللايف. هذا البنات كدير 8450، 8450، 8450. سلمات عليك لاله كريمه، سلمات الخير. 8450، 8450. خديجه بغيت اختي، بغيت نشوف حلقات مزيان. ها انت اختي نحيد لك هادي. سلام، واش عندك براسلي سيد؟ اه كاين، كاين. قولي لي غير القياس، الا كان قدك نصيفطو لك، ما كانش قدك نصوب لك واحد. بلاتي انا اليوم البنات مع كانت عندي خدمه كثيره. ها هو، ها هو كاين. قولي لي غير القياس انت. هذا اختي فيه 9 غرام فاصل 9 أونص، فيه 9 غرام فاصل 50. سلام اختي، سلام. ها هو اختي هذا، يعني يعطيني غير القياس ديال يديك، فيه 9 غرام ونص. بالنسبه للحلقات ها هما غزالين. ها انتوما كي كيجيو، تلفتوني تلفتوني. ها انتوما البنات كي كيجيو، كيجيو غزالين، كيديرو 3850. ماشي سيدي، بغات تروادي، تروادي اختي. انا راه تلف ليا مع السيدي وتروادي، ما تروادي انا غنشوف ليك. كاينين اختي سلتلة، كاينين ديال ثلاثة، كاينين ديال ثلاثة. الا بغيتي واحد نبيعو لك، بغيتي نصاوب لك يعني ما غلط منهم، يعني واحد نصاوبو لك. شحال الثمن الكورميت اللي في عنقك؟ الثمن اختي ديالها بلاتي تنشوف، راه كنتلف. ها نتوما البنات، السيده اللي بغات براسلي يعني طروادي، الا بغيتي هاد ثلاثة نخليهم لك، يعني شوفي ليا غير الدوره ديال يديك. بغيتي واحد نبيعو لك، بغيتي نصاوب لك واحد كبر منه، بغيتي غير واحد يجي كبير باين في اليد نصاوبو لك. دخلي عندي الواتساب 0642 06 35 75، اعطيني القياس ديال يدك والغرامات، والغرامات يعني شحال تقريبا ديال الغرامات بغيتي تكون، يعني يكون فيه. خديجه اختي شي خاتم كبير شكل مربع، وشكرا. عايشه اختي راه عندي واحد. بالنسبه للسيده ديال الحلقات، انا البنات غنجاوب بوحده بوحده صافي. ثمن الخاتم الاناناسا واختي ام ادم واخا. بالنسبه للحلقات البنات راه هما، ها هما كي كيجيو، كيديروا 3850، فيهم 6 غرام فاصل 4، فيهم 6 غرام فاصل 4. بالنسبه للحلقات ندوزوهم. بالنسبه للسيد دي، بالنسبه للكوليا البنات كيدير 17800، 17800. هذا البنات لا ضروري خاص السي الحسين، ضروري خاصني نجاوب على الكومونتير. هي فهمتي تقدر هي باغا تدخل زعما دير تشويش، وني خاصني ضروري حيت الناس اول مره، الناس اللي كيعرفونا راه عارفيننا وعارفين السلعه ديالنا والتعامل ديالنا، والناس اللي اول مره يدخلوا راه ضروري خاصني نوضح. خاتم درا، خاتم كينزو واش وجد؟ رجاء اختي دوزي عندي الواتساب، دوزي عندي الواتساب. راني علاش تعطلت؟ راني قديت السلعه اللي وجدات، قديتها كامله ان شاء الله. اللي غتمشي للامانه غتمشي، واللي غتبقى عندي هنايا حنا داوين عليه، اللي غتبقى عندي هنايا في الكوفر حتى يجوا الناس ماليها من برا الله يجيبهم على خير، غادي تبقى صافي اختي. ام ادم، بالنسبه للاناناسه كيدير 2100 درهم، في 3 غرام ونص، 600 درهم للغرام. 2100 درهم، 42000 ريال، 42000 ريال. رجاء اختي دخلي عندي الواتساب، ثمن الكورميت ديال اليد
بالنسبه للكورمي ديال اليد خديجه اختي كدير جوج المليون ونصهم 600 درهم للغرام. هذه البنات راه كتباع للموديل في قناه اخرين، حنا البنات كنبيعوها للغرام، صوم 600 درهم للغرام، فيها 41 غرام فاصلة 6، صوم 600 درهم للغرام 25000 درهم، 25000 درهم. البنات ثقيله ووازنه. نكمل معاكم بالنسبه للي غورميت، الناس اللي كانوا باغين هاد لي غورميت اختي، واش انت حدا المسجد الثالثه حدا مولين ديسير؟ اختي نزهه شتي، اختي هو هذا نزهه اختي، جي عندي اختي مرحبا بك. بالنسبه لهاد لا غورميت هادي فيها 13 غرام فاصله 7، غنضربوها في 600 درهم كتجي 8200 درهم، 8200 درهم اختي. شحال فيه في الدوره؟ بلاتي انا نقول لك شحال فيه. تيسالي يوسف مع شي ناس، الله يكبر بيك، تيسالي يوسف مع شي ناس وغنقول لكم شحال فيه في الدوره. ما عنديش المسطار، ما عنديش المسطار حدايا. بالنسبه للبنات الهادي كدير 8200 درهم، بلاتي نصاوبها، عجباتني المعامله. مرحبا اختي، مرحبا اختي نزا، فاش عرفتي المحل يعني انت راه بنت الدرب، مرحبا بك اختي. هذا البنات، هذا البنات كدير 8200 درهم. سي الحسين خارج بلاتي اختي، تيجي يصاوبو هذيك اختي. اش غنقول لك، فيها 12 غرام هذه فصيله واحد مضروبه في 600 كتجي 7250، 7250 البنات. هذا البنات مسيختيا 7250، 7250. يلا خرجوا من لاطولي باقين، عجبتني هذا البنات 7250. هاد لا غورميت هاد صغيره عليا 7250. باش كنجي غير كنجي وكنحل لايف ما كنوجد السلعه، كندخل مبرزطه. هذا البنات كدير 7250، 7250، 145000 ريال، 145000 ريال. هذا البنات اللي مسختيا هاتي، هذه شحال كدير؟ هذا البنات لي غورميت سامبل 13، يعني هذه البنات كتباع للموديل، حنا كنبيعوها للغرام. هذه كدير 8000 زائد زائد 100، هذه كدير 8300 درهم، هذه كدير 8300 درهم، 8300 درهم البنات، 8300 درهم. هاد البنات كتمشي كلها مقاده بحال ديال رادكو، وني هاد البنات راهو 100، ها نتومايا 8300 درهم. شكرا اختي الله يكبر بك. هادي اختي اللي في عنقي كدير 17000، كدير 17800، صوم 600 درهم للغرام، 17800. بالنسبه للغورميت البنات كدير 25000 درهم، كدير 25000 درهم. هذه كدير 8300 درهم، عافاك تشوف لي هادي شحال في الدوره. هذا كدير 1.8، هذه البنات كدير 8300 درهم، 8300 درهم، صوم 600 درهم للغرام. بالنسبه للخاتم ديال الاناناسه 1.8، قياس 1.8، قياس 1.8، صوم 600 درهم للغرام، فيه 3 الغرام ونص كيدير 2100 درهم، 42000 ريال. نكمل معاكم بالنسبه لهاد الكوغميت ديال الخريشات كدير 10400 درهم، مليون و 8000 ريال، مليون و 8000 ريال، 10400 درهم، 10400 درهم. البنات بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو، اللي بغات شي حاجه دوز عندي غير الواتساب. هذه كدير 10400 درهم، هذه كدير 6000، 5600 درهم، هذه كدير اختي
اختي خاتم ربيع لويز. لا اختي سميره اختي ما كنديروش. بالنسبه لهذا البنات كيدير 5600 درهم، 5600 درهم. هذه كدير 6050 درهم، 6050 درهم، 121000 ريال، 121000 ريال، 121000 ريال. هذا البنات كدير 121000 ريال. كمل معاكم عاد ندوز لكم الخوي سباتة. سباتة جميلة ثلاثة، الزنقة ستة، رقم المحل 76. البنات بالنسبة لهاد السنسلة بالتعليقة ديالها، السنسلة البنات كدير 3700 درهم، 3700 درهم. بالنسبة للبوندونتيف كيدير 3500 درهم، 3500 غزيدو عليها 3700 كدير 7200 درهم. خديجة راجلي كيهضر معاك يقول لك تفرقي مع مراتي عافاك. لا اسماء ما نتفرقش عليك تتكملي السرتلة وتشري ان شاء الله الذهب، الذهب راه زوين. عندك اللويز العشرة، لا اختي اللويز بصفة عامة ما كنديروش. خاتم اللي في سبعك الاكبر شحال داير وريه ليه مزيان. هذا اختي كيدير 5000 درهم، كيدير 5000 درهم. انا اختي غنحيد العشرين على قبلك اختي مامي. انت اختي كيدير 5000 درهم، كيدير 5000 درهم، 100000 ريال، كيدير 5000 درهم، 100000 ريال. اختي اسماء قول لي هاد صاحبتي راه كتقول لي شري الذهب، الذهب راه زوين، الذهب راه مزيان. هادي كدير 7200 درهم، 144000 ريال. حتى ان شاء الله تجي على خير. شوفي تبارك الله الدبيل جات، تبارك الله كيجاو جو واعرين ما شاء الله. بزاف اللي طمع ليا فيهم، قلت لهم لا هذيك ديال اختنا اسماء صافي مبيوعين. هذه كدير 7200 درهم، 7200 درهم. سلام خديجه اختي غبرتي. لا اختي ما غبرش، انت اللي غبرتي، انت اللي غبرتي. انا موجوده، انا اختي موجوده كل الاربعاء والسبت مع الثمانيه تلقايني موجوده. هذا كيدير 144000 ريال. الله يحفظك الله يكبر بك اختي اسماء. 7200 درهم. نكمل معاكم هذه البنات هي ديال الحضور، شي حاجه زوينه كدير لاشين بوحدها 3400 درهم. وغادي نزيدو 4000 درهم ديال بوندونتي، 4000 درهم. دابا عندي هذا الشوفالي 4000 درهم، غادي نزيدو عليها 3400 كتجي 7400 درهم. جيب لينا لويز اختي خديجه الله يرضى عليك. سمير اختي لويز نايض عليه المشاكل ما كنديروش، ممنوع نايض عليه، نايض عليه الصداع والله. هذا البنات كدير 7400 درهم ما كنديروش، كاع الحاجه اللي فيها المشاكل اختي كنبغوا نتفاداوها. 7400 درهم، 7400 درهم، 148000 ريال، 148000 ريال. نكمل معاكم اختي نحيد لكم لاشين كاملين يعني الرقاق وكل شيء، عاد ندير لكم بالخويت. مع السيده اللي طلبتني على الخاتم الكاري كبير ها هو عندي. بالنسبه لهاد السنيسله البنات كيديروا 1000 درهم، هذا البنات كيديروا 1000 درهم، 20000 ريال، كيديروا 20000 ريال، 1000 درهم. هانتوما البنات كيديروا 1000 درهم، كيديروا 1000 درهم، 20000 ريال. بالنسبه لي غورميت ديالهم صراحه الايفون هادي يبين لك سلعه اكثر. ايمان اختي الايفون اختي راه بغينا ناخذو، واللي قلنا فهمتي احنا دابا كنصوروا بتليفون عادي كتبان السلعه يعني ما كتبانش الحق ديال يعني حق ديال السلعه كي كاينه زعما كي كنشوفها انا مباشره، راه ماشي هي السلعه اللي كنوري في اللايف والله العظيم. واللي
فهمتي يعني ما والله ما عرفت وحق الله. انا قلت اللهم نبقى بحال هكايا. السلعه المهم كتبان يعني كتبان كرف من داك السلعه اللي غادي نصيفطي. كيفاش كنصيفطها لك راه كتبان طوب. شحال وحده نيت كتعيط ليا وكتقول لي خديت السلعه وصلتني واعره. انا غنشوف اختي انا غنشوف والله ما عرفت. معقول الله يوفقك اختي خديجه بارك الله فيك اختي سميره. بالنسبه لهادو البنات كيديروا 650 هادي ديال الكلاش كدير 750 بوحدها. شوف الخاتم الكبير والثمن اختي عائشه مرحبا انت الاولى اختي. ها هو هذا غزال وناقصين البنات يعني هذا البنات انا شفته في بلايص اخرى غالي والله حتى غالي. احنا البنات غزال كيبان واعر وعاطي العين كيدير 6200 درهم 124 الف ريال 124 الف ريال. بلاتي نقول لك شحال فيه فيها لالا 3 غرام اونص في 9 غرام اونص في 9 غرام اونص كيجي واعر 9 غرام اونص واعر 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 البنات كيدير 6200 درهم 124 الف ريال 124 الف ريال. نكمل معاكم نكمل معاكم البنات نوريكم خويتمات ياك عاد ندوز لكم لهذا البراسليات نوريكم الخويتمات. بالنسبه لكينزو البنات ديال 2500 درهم كاين شي ميزات لا اختي حاليا دابا ما كاينش له ميزات. بالنسبه لهاد كينزو البنات راه حنا كنديروه يعني صوم 600 درهم للغرام وكتعطيني غير القياس ديالك شحال. دابا حاليا متوفرين ديال 2500 درهم 2200 درهم يعني كيبقاو غير في الغرامات يعني ما كيتعداش 2500 درهم. هاد كينزو ما كيتعداش 2500 درهم. الكبير يعني كيف هذاك من 3000 درهم والفوق. بالنسبه لهاد كينزو هذا ما كيتعداش 2500 انت ما كيتعداش 2500 درهم كتعطيني غير الضو. المهم نتوما كتشوفوا الشكل غورميت من الجناب سامبل من اللور يعني كنوريكم لي ديتاي. كينزو شي حاجه زوينه شي حاجه صحيحه يعني على حساب الغرامات شحال فيه. بحال دابا هذا فيه 3 الغرام فصيله سعود مضروبه في 600 هذا كيجي ب 2350 هذا كيجي ب 2350. علاش انا قلت لكم البنات يعني 2350 يعني على حساب الغرامات شحال فيه. فين كاين اختي فين كاين اختي سعاد اختي حنا كاينين في كازا سباته جميله 3 الزنقه 6 رقم المحل 76 فهمتوني. يعني هذا صوم 600 درهم للغرام صوم 600 درهم للغرام يعني الغرامات البنات كتشريو الغرامات ما كتشروش الموديل. صوم 600 درهم للغرام وكيجي صحيح وزوين وعاطي العين. هانتومايا سي يوسف عافاك كاين شي واحد كبير ما كاينش ما بقاوش الخواتم الكبار ديال 3000 درهم جبد لي ديال الحاجه نفيسه غير نوريهم كموديل راه جمعته لها في البواطه ديالها غنصيفطوه ليها نوريهم كموديل زعما. انا البنات وريتكم هاد الخويتمات صوم 600 درهم للغرام. هادو البنات ديال الغورميت انا غنوريكم موديل اخر كينزو كيجي كله مشبك صوم 600 درهم للغرام. كاين هو البراسلي كاين في بواطه كبيره ديال الحاجه نفيسه كره معايا في اللايف غدا ان شاء الله توصلك الامانه ديالك الحاجه والله وشكرا بزاف عطلنا عليك. نكمل معاكم بقيتيه غير يجبدوا لي البنات انا غادي نوريه لكم. بالنسبه لي مغياج حتى هما صوم 600 درهم للغرام هذا الشيء اللي بقى هذا الشيء اللي بقى البنات. سلام اختي غورميت ديال يد رومي فيها 13 غرام منقوشه واش كتهضري اختي على هادو بقاي معايا
يلاه دوزتهم. واش كتهضري ليا على هادو؟ الا كنتي بغيتي هادو راه نصوبهم لك. منقوشه كاينه هادي، كاينه هادي مسختيه، وكاينه السامبل. المنقوشه سي يوسف نصوبوها لا ياك، كتجي في الرومي منقوشه، روميه منقوشه لا، كتجي غير في البلدي. المنقوشه اختي كتجي غير في البلدي، ما كتجيش في الرومي. بغيتي بحال هادو صوم 600 درهم للغرام اختي. بالنسبه لسرت لامبروما والسامبل سميره اختي، راه كاينه واحد السريت لا غير بقاي معايا. بالنسبه لي ماغياج صوم 600 درهم للغرام. عجبك شي موديل في شي بلاصه؟ سلسله رويال كاينه؟ لا اختي بوشره ما كايناش. بالنسبه لي عجبك شي حاجه في شي بلاصه دوزي عندي الواتساب، صيفطي لي غير لا فوطو. اييه صيفطي لي غير لا فوطو ونصوبولك. صوم 600 درهم للغرام، والحاجه البلديه صوم 570 درهم للغرام. هذا هو جهدي عليكم اختي. ها نتومايا يعني لي مارياج كلهم 600 درهم للغرام، 600 درهم للغرام، كلشي 600 درهم للغرام. اذا كاين زوجة امام وسط، كاين زوج 5 الغرام. راني سولتك البارح ودابا راني دخلت عندك واتساب. رجاء اختي صافي مرحبا صافي، المهم دوزي عندي الواتساب. بالنسبه للبنات لهاد الحلقات رادكو كاينين اختي، غير بقاي معايا. بالنسبه لهاد لي مارياج صوم 600 درهم للغرام، هذا كيدير 3300 درهم، 3000 درهم، 66 الف ريال، 60 الف ريال، 60 الف ريال. هذا اختي فيه 5 الغرام ونص، ضربوها في 600 كتجيك 3300 درهم، 3300 درهم، 3300 درهم، 66 الف ريال، 3300 يعني 66، 60، 60. نكمل معاكم حلقة رادكو، غير بقاي معايا اختي نوريهم لك، غير بقاي معايا. هادو البنات حتى همايا يعني ما نسيناش الناس اللي كلشي يلبس، كما كنقول لكم البنات كلشي يلبس. هذا كيدير 2450 يعني 49 الف ريال، هذا كيدير 49 الف ريال، هذا 67 الف ريال، 67 الف ريال، 67 الف ريال، 49، 49. شكرا اختي ان انت تكوني في صحابي، انك نقول نحسب الرومي. شكرا، ماشي مشكله اختي، مرحبا بك امينه اختي. سلام تامر الكوغميت اللي في يدك. هذا اختي كدير 2.5 مليون، صوم 600 درهم للغرام، يعني كتاخديها بالغرام، فيها 41 غرام فاصله 6. واني راه اش نقول لك، راه عامره ما شاء الله، راه عامره، راه ما بيناش، راه ما بيناش شي حاجه طوب، شي حاجه زوينه. البنات اللي بغات تشوف شي حاجه تدخل عندي الواتساب تقول لي خديجه ديري لي فيديو عليها نصيفطها لها. رادكو بشحال الغرام؟ 570 درهم للغرام، 570 درهم للغرام. كما قلت لكم البنات صوم 600 درهم للغرام. لي باك بالنسبه لكينزو، بالنسبه لكينزو البنات هذا ديال الحاجه فيه 7 الغرام فاصله 15، نضربوه في 600 درهم كيجي، كيجي 4300 درهم، 86 الف ريال، 86 الف ريال، كيجي كبير وعاطي العين. بالنسبه للبنات لهادو نتوما كتحكموا في الغرامات، انا البنات كما كنقول لكم اللي بغات شي حاجه هي كتحكم في الغرامات. الا كنتو عزلتو غرامات يعني ضعيف يعني قلالين في داك لارتيكل نتوما يعني ما غتعرفوش واش مزيان ولا لا، انا كنصحكم كنقول لكم زيدوا شويه ديال الفلوس وخذوا حاجه مزيانه كانت غتجيكم في داك الغرامات اللي قلتوا لي، راه كنقول لك كتجيك. فهمتوني؟ هذا البنات صوم 600 درهم للغرام، صوم 600 درهم للغرام، فيه 7 الغرام فاصله 15 كيدير 4300 درهم، 86 الف ريال. بصحة الحاجة قلتي لي دوزيه ليا في اللايف، انا دوزتو ليك بصحة الحاجة. هو دابا والله ما باغي يبقى يخرج عاوتاني. هانت ها الحاجة، ها السلعة ديالك بالصحة والراحة. نكمل معاكم
واختي هذا هو جهدي عليكم. بالنسبه لبنات الكلاش الفيس ما شاء الله، الله يزيد ويبارك، بارك الله فيك اختي. بالنسبه للبنات كما كنقول لكم الكلاش الفيس الفان كليف، يعني اي حاجه كنصوبوها 600 درهم للغرام. كاينه شي حاجه ما كتصاوبش كنقول لكم راه ما نقدروش نصاوبوها، شحال هذاك كينزو الكبير ايمان اختي، هذاك صوم 600 درهم للغرام. الحاجه يعني كنا درنا ليها 5 الغرام، هي بغات غرام يعني بغات الغرامات كبارين، بغات فيهم 7 الغرام، قالت لي والفوق جا فيه 7 الغرام فاصله 15، يعني حتى الفاصله كنقولها للبنات يعني باش نكون واضحه، جاها ب 8 86 الف ريال، 86 الف ريال فيه هذا البنات كيدير 1700 درهم، صوم 600 درهم للغرام، شي حاجه زوينه، صوم 600 درهم للغرام. الكلاش هو صوم 600 درهم للغرام، هذا الوسطاني كيدير 2400 درهم، 48 الف ريال، 48 الف ريال كيدير 1500 درهم، 1500 درهم، 30 الف ريال، هذا كيدير 34 الف ريال، صوم 600 درهم للغرام. نكمل معاكم البنات، بارطاجيو لي اللايف، الله يعطيكم السر. صافي قلت غندير لايف خفيف، بقيت كنتحتت، دابا كره ضاربه شي ساعه في هذا اللايف. نكمل معاكم البنات، بالنسبه للحلقات انا غنلبسهم ليكم، حاجه كتلبس عاد كتبان. هادو كيديروا البنات 6000 درهم، كيديروا 6000 درهم، 120 الف ريال، صوم 600 درهم للغرام، صوم 600 درهم للغرام، شي حاجه زوينه، صوم 600 درهم للغرام. بالنسبه لهادو بلاتي نشوف شحال جاو، 8300 درهم، نحيد هادو بركة عليا منهم، هادو ما تخيناش بيك واخا يدوز 3 ديال السوايع. بارك الله فيك اختي بوشر، الله يحفظك ويسر لك امورك يا ربي امين. سلام اختي غورميت، شحال الغورميت اختي؟ راه قلت لك 2 مليون ونص، فيها 41 غرام فاصله 6، صوم 600 درهم، صوم 600 درهم للغرام. بالنسبه للبنات لهادو كيديروا 8300 درهم، صوم 600 درهم للغرام. نقول لكم شحال فيهم من غرام، فيهم 13 غرام فاصله 8، فيهم 13 غرام فاصله 8، فيهم 13 غرام فاصله 8، 13 غرام فاصله 8، 8300 درهم، 8300 درهم، 166 الف ريال، 166 الف ريال، غزالين هماويين. كاينه الشوكه ديالهم غزاله غزاله غزاله، ما عرفتش شكون غتكون هادي في النصيب والله العظيم، بلاتي نجبد لكم الشوكه ديالهم، صوم 600 درهم للغرام. حنا البنات شي حاجه بسيطه اللي كنبيعوها للموديل، شي حاجه بسيطه يعني شي حاجه قليله. سلام اختي، هذاك اللي كتبغي دابا عندهم كود واصلي وخاتم، ما عرفتكش علاش كدوي، ما عرفتكش علاش كدوي. سلام اختي، هادو اللي توري دابا عندهم كوليهم او ما عرفتكش علاش كدوي اختي. هذا البنات هاد الشوكه هادي هادو اللي في يديا، شنو اللي في يديا؟ انت اللي في يديا، في يديا شنو اللي في يديا؟ اللي ب 8000 درهم، 8300 درهم. لا كاينه غير الشوكه ديال، بغيتي نصاوبهم لك نصاوبهم لك، بغيتي نصاوبهم لك نصاوبهم لك، صوم 600 درهم للغرام، نصاوب لك الخاتم ديالهم ونصاوب لك حتى داك الكولي ديالهم ولا داك الشوكر ديالهم كيجي غزال، بغيتي نصاوبهم لك نصاوبهم لك، صوم 600 درهم للغرام. بالنسبه للشوكه فيها 11 غرام فاصله كدير 11000 و50 يعني مليون و21 الف ريال، فيها 18 غرام فاصله 4، 18 غرام فاصله 4. بالنسبه وي بغيت اونسومبل كله، مرحبا دوزي عندي الواتساب تاخدي هادو
وغتخليهم ليا نصاوب لك عليهم، نصاوب لك عليهم كما قلتي الخاتم، يعني نكمل لك لونسومبل ماشي مشكل. غير دخلي عندي الواتساب. شحال هذا؟ هذا اختي اللي لابسه في عنقي 17800 درهم، صوم 600 درهم للغرام، 17800 درهم. كاين لا غورميت ديالو كدير 7100 درهم. بالنسبه للحلقات فيهم 13 غرام فاصله 8، كيجو غزالين. ها نتوما البنات كيجو الطوب، فيهم 13 غرام فاصله 8 كيديروا 8300 درهم. ماشي مشكل اختي، مرحبا بك اختي، مرحبا. بالنسبه لهادو البنات كيديروا 6000 درهم، 120000 ريال، 120000 ريال. صوم 600 درهم للغرام، غنقول لكم شحال فيهم من غرام. فيهم 9 الغرام، فيهم 10 الغرام، فيهم 10 الغرام مع كنحط في الميزان كيبقى يمشي ويش. فيهم 10 الغرام، هادو 10 الغرام غضرب ليها في 600 درهم غتعطيكم بلاتي 10 الغرام 600، 6000 درهم، 6000 درهم البنات، فيهم 10 الغرام. نكمل معاكم بالنسبه للحلقات اللي سولاتني السيده عليهم. بلاتي بقاو معايا اختي، راه اليوم جيت بكري شويه واني بقينا خدامين انا وخويا يوسف كنحيدوا السلعه ديال ماليها. تعطلت ما وجدت لا سلعه لا والو، غجيت ولحتهم، غجيت ولحت السلعه صافي وبديت خدامه. فيهم 2 الغرام هادو فصيله 7 مضروبه، كيجو 1000. شوف لي شوف لي هادو عافاك شحال عندي الكالكول شو مره مره كتعب. نوريك اللي سولاتني على ديال الكورميت، ها هما ملبوسين، ها هما ملبوسين. بغيتي كبر منهم نصوبهم لك قاصحين، كيجو بحال ديال الكلاش. 1600 درهم كيديروا 1600 درهم، 1600 درهم. ها نتوما البنات 1600 درهم. واش كاين حاجه ب 5000؟ فحالاش اختي فحالاش كاينه شي حاجه ب 5000 درهم؟ فحالاش قولي لي فحالاش نقول لك. نكمل معاكم، نكمل مع السيده اللي سولاتني على السرتله، اللي سولتني على السرتله البنات. هذه كدير 30850، 30850. انا غنلبسها لكم 30850. شوفي لا بغات بغاش تخشى صغيره صغيره البنات، بغيت زعما نخشيها باش تشوفوها كي دايره. كديرها فيها 51 غرام فاصله 4، فيها 51 غرام فاصله 4. 30850، 30850. بالنسبه للبنات الغرامات نتوما اللي يعني نتوما اللي غتقولوا لي شحال بغيتي. بحال دابا بغيتي بحال هاد السريتله هادي، انت اللي غتحكمي في الغرامات على حساب الفليسات اللي عندك. صوم 570 درهم للغرام. نكمل معاكم هاد البراسليات ديال الدقليب، راه كيديروا 16250. براسليات ديال الدقليب راه كيديروا 16250، 16250، 16250. واش كاين شي حاجه؟ نكمل معاكم هاد الفان كليف كيدير 13400، 13400، 13400، 13400. البنات بارطاجيو بارطاجيو، الله يرضى عليكم. اللايف واقف ناس. ها نتوما البنات بالنسبه كما كنقول لكم هاد السري ثلاثة نشوفها جات اليوم زوينه غزاله فواحد البرونز شي حاجه زوينه. نقول لكم شحال الثمن ديالها، ها هي مقيده هنايا. فيها 43 غرام فاصله 75 اختي،
اختي هنا مدينه كاينه اختي، حنا كاينين في كازا سباتة جميلة 3 الزنقة 6 رقم المحل 76، وكنديروا التوصيل لجميع المدن المغربية. دخلي عندي غير الواتساب 06 42 06 35 75، كنصيفطوا لك الأمانة حتى للدار باغ أمانة، كنصيفطوا لك السلعة ديالك في الأمانة حتى كتوصلك عاد كتخلصيها. صافي البنات، هاد الدبيل جات في واحد اللون غزالين برونز واعرين، فيهم 43 غرام فاصلة 75. هذا راه شتيهم كي دايرين، هذا سامبل وهذا غزالين، فيهم واحد النقيشة زوينة غزالين غزالين. 43000 43 غرام فاصلة 75، صوم 570 درهم للغرام، كيديروا جوج المليون أونص 25000 درهم، 25000 درهم جوج المليون أونص. عافاك أختي شحال الغرام ام يوسف؟ حنا كنبيعوا الذهب يعني صوم 600 درهم للغرام، وبالنسبه فحال هاد السريتلات هادو والراد كل بلدي صوم 570 درهم للغرام. صافي نكمل معاكم بالنسبه للكلو الفيس الكلاش يعني الفانتليف كلشي، هاد لي موديل كاملين صوم 600 درهم للغرام، شي حاجه زوينه البنات. انا غنهز لكم لي موديل، غديروا ليهم اللي عجباتو شي حاجه يدير ليها السكرين، يدخل عندي الواتساب يوريني الموديل اللي بغا ونكونفيرمي معاه، ماشي مشكل. اللي بغا تقل نصاوبو ليه، اللي بغا خف نصاوبو ليه، واني الا كانت شي نصيحه راني ننصحك، يعني انت اللي كتحملي العواقب. الا كانت كما كنقول لكم الدوره كبيره، حاولوا البراسلي يفوت 14 غرام، هذه كنصيحه من عندي، يفوت 14 غرام. كان طاي صغيره ماشي مشكل، من 10 غرام والفوق ماشي مشكل. هانتوما البنات اللي عجباتو شي حاجه يدير ليها السكرين، يدير ليها السكرين يدوز عندي الواتساب. هذا البنات ديال الكورميت كيدير 8300 درهم، كيدير 8300 درهم. انا واخا كنبغي هذا البنات بحال ديال السبوله زوين كيجي، فيه 10 الغرام فاصله 85 نضربوه في 600 درهم كتجينا 6500 درهم، 6500 درهم. المهم اللي عجبته شي حاجه يدوز عندي غير الواتساب. بالنسبه للكلاش هما كاينين قياسات صغار مصاوبينهم، هذا فيه 10 الغرام 10 الغرام فاصله 2 نضربوها في 600 كتعطينا 6100 درهم، 6100 درهم. ها نتوما البنات يعني اللي بغات شي حاجه تدخل عندي الواتساب، ما حد دابا البراسليات راه موجودين، الكلاش راه جاو في لي طاي. ها نتوما هي جاو في لي طاي، فهمتوني؟ دخل عندي الواتساب، الرومي 600 درهم والبلدي 570 درهم. هاكا كبشرة، هانتوما البنات هذا ديال السيد دي كيما قلت ليكم صوم 600 درهم للغرام، هذا البنات هما صوم 600 درهم للغرام، كاين واحد بيض وواحد صفر، واحد بيض واحد صفر. هذا البنات البيض كيدير 7200 درهم والصفر كيدير 7300 درهم، يعني الفرق في الميزان، الفرق في الميزان. الصفر فيه 12 غرام فاصله 35، 12 غرام فاصله 5 صفر 5، يعني الفرق الا شفتو جوج براسليات فحال فحال ويعني الفرق بيناتهم في الثمن، يعني راه حتى في الغرامات. ورينا الحلقات مدورين ديال اليد 1500 درهم. أميرة اختي ما عرفتكش اش بغيتي، ورينا الحلقات مدورين ورين وكورميت ديال اليد ديال 1500 درهم، كورميت ديال اليد ما عندناش ديال 1500 درهم، مازال الحلقات نشوف ليك. ديري جروب واتساب ولوحي فيه الموديلات. صافي اختي نزا ان شاء الله، بغيت غير نعرف واش هادشي 750 هادي سولي سي امزيل
اختي ديري جروب واتساب. ان شاء الله صافي دابا ندير لكم. لا راه كاين لاباج، راه كنلوحوا فيها السلعه دابا، راه غير مضغوطين وداك الشيء، هذا الشيء علاش ما بقيناش كنلوحوا في لاباج، غير مضغوطين مع الوقت ومع والله العظيم. راه اليوم جيت بكري وما بديتش اللايف بكري، والسلعه ما نقولش لكم، يعني دابا راه كنهز وكنقول لكم الثمن وكنضرب بالكالكول، يعني هذا الشيء خاصو يكون ديجا خدامه عليه، حيت كاينه شي حاجه في هاد التيكي وكاينه شي حاجه لا. ها نتوما كاينه شي حاجه في هاد التيكي وشي حاجه لا. ما بغيتش ما نديرش لكم اللايف، وحق الله قلت انا واخا غير نطلع عليكم. بالنسبه لهاد لي موديل صوم 600 درهم للغرام، صوم 600 درهم للغرام. البنات ثمن الكلاش، ثمن الكلاش براسلي. اختي عطيني غير الدوره ديال يدك. سهام جروب كيشجع على الباج ساهل ان شاء الله. صافي ان شاء الله دابا نديرو. بالنسبه لاختي الكلاش عطيني غير الدوره ديال يدك. دابا حاليا راه موجودين واحد ثلاثه، شحال من كلاش كاين؟ كاينين شي اربعه ديال الكلاشات دابا حاليا متوفرين. عطيني غير الدوره ديال يدك. ها نتوما البنات، بالنسبه لي موديل اللي بغات شي موديل دير لي سكرين، دخل عندي الواتساب، تعطيني غير الدوره ديال يديها ونصيفطو ليها. ما كاينش موجود غادي نصوبو ليها، غتصبر عليا سيمانه، سيمانه ان شاء الله كتكون السلعه موجوده، حيت السلعه كتخرج من السيمانه للسيمانه، يعني لاشولي ضروري خاصها ضروري السيمانه ديالهم. ها نتومايا يعني لي موديل، هذا ديال الكورميت، كاين هذا ديال بحال الويت كلو البلدي. حاليا ما حدايش البلدي، ما حدايش حاليا البلدي اختي سميره، ما حدايش دابا. البنات اغلبيه الناس ولاو كيبغوا الرومي، اغلبيه ولاو كيبغوا الرومي. صافي البنات، بالنسبه لي موديل ها همايا، اللي عجبو اللي عجبو شي حاجه يدير ليها غير السكرين، دخل عندي الواتساب. راه 11 عام باش شريتو نسيت. هانتوما هذا ديال كينزو، شحال فيه من غرام؟ فيه 12 غرام فصيلة، يعني حتى الفصيلة، يعني فصيلة واحد كنديرها والله 600 درهم. ما بغيتش نبيعو، جاب 7250، 7250، 7250، 7250 كينزو. نكمل معاكم هاد السريت لا هادي ديال العظم، يعني براسليات نص سامبل ونص، يعني دق ديال العظم هذا تيقولوا لي 14 غرام و 400، 14400، 14400، مليون و 88000 ريال. دوره صغيره مليون و 88000 ريال، مليون و 88000 ريال. كمل معاكم هاد لونسومبل هذا، شي حاجه ديال ديما زوينه البنات، والله العظيم الا متقون وزوين، شي حاجه ديال ديما ديال شي عروسه هذا، يديه ليها مول الدار اختي، كيدير 11550، مليون و 31000 ريال. غزال كيجي زوين، كيجي غزال، كيجي زوين البنات. دا الخويسم ديالو قوي صح، شي حاجه ديال ديما بلاتي باش نوريه ليكم. هذا البنات ديال شي عروسه ولا شي، زوين زوين غزال غزال. انتوما يا البنات كيجي فن، كيجي غزال البنات. راه الحاجه البنات كتلبس عاده كتبان، راه الحاجه حتى كتلبس عاده كتبان. شوفوا تبارك الله كي كيجيو. هذا مليون و 31000 ريال، مليون و 31000 ريال. غنقول لكم اختي مع السلامه، اللي بغات شي حاجه دوز عندي الواتساب، تخلي لي غير السميه الكنيه لادريس وانا معاها. وبالنسبه لاخت سعاد اللي قالت لك الكورميطا بعناها لا مقطعه، دوز عندي الواتساب الا كانت باقا معايا، دوز عندي الواتساب، تصور لي غير الريسو، تصور لي لاختي اللي خدات، واخا قالت لك دابا واحد شهر ونص باش خداتها، انا غادي نشوف معاها. صافي البنات يلا خليتكم على خير. اللي بغى يبدا عاوتاني اللايف من الاول يدخل عندي لاشين يوتيوب،
بيجو تخي خديجة، مرحبا بكم الناس اللي حاطين لا كوموند، غادي ان شاء الله نصيفطها اليوم غدا، واللي باقي ما وجداتش سمح لينا غير يعني ان شاء الله فاش توجد يعني فاش توصلك لا كوموند انا بغيتها تكوني راضية عليها وراضية علينا، هذا الشيء علاش. شكرا لكم بزاف وشكرا على البارطاج، الله يحفظكم الله يكبر بكم الله يحفظكم.